جديد وتكتيك يحتاج تعرف بناء ووقت ومعسكرات. اليوم مجرد زيكو أعطى دافع معنوي للاعبين بتعامله الجيد، بالإضافة إلى توظيف اللاعبين، واللاعبين هم أصحاب خبرة يلعبون بدوريات ممتازة. هذا يعني كله جعلنا أنه أقول لك إحنا بكرة إن شاء الله ندخل ووضعنا ممتاز، خاصة وأنت تلاعب يعني فريق مع احترامات المنتخب الأردني، لما يكون يعني يشكل فارق جدا كبير مع يعني مع المنتخب العراقي، بل المنتخب العراقي تاريخا والآن يعني سمحته تفوق المنتخب الأردني. هذا طبعا كلها عوامل نفسية، اليوم العامل النفسي مهم جدا هو اللي يفوز لك فرق يا خالد. فأنا أقول لك يعني أنا مو مع الإخوان اللي يقول زيكو الآن شي يضيف، لا يضاف الكثير. احنا قلت لك ستكا كان ما يوظف اللاعبين حتى في مراكزهم، والدليل احنا مباراتنا مع المنتخب اليمني، وعلى الرغم المنتخب اليمني هو منتخب اولمبي كان يعني في العين يمكن تعادلنا وكان ممكن نخسر، لان توظيف اللعيبه هم توظيف خاطئ. اليوم زيكو عمل خلال هاي الخمس ايام توظيف حقيقي للاعبين، رفع من معنوياتهم، ويبقى يونس وهوار ونشأت هم اصحاب خبره، بعض احيان هم اللي يخلقون الفارق في الساحه في الملعب. اليوم انت ادواتك اللعيبه في المباراه، المدرب كيف يقود المباراه، كيف يوجه لعيبته. هو المدرب قائد قبل لا يكون هو عنده مجموعه من التدريبات، ممكن اي شخص يجي ياخذ التدريبات من الانترنت ويصبح مدرب. اليوم المدرب قائد، كيف يقود اللعيبه في الملعب، وكيف يقود حتى الاحتياط على البنش. احنا اليوم زيكو هو عرف يتعامل مع اللعيبه، وعرف انه كل واحد يعطي حقه وحجمه، وهناك انضباط عالي جدا في الفريق، وهناك ادوار يعني كل لاعب عرف دوره شنو في الملعب وخارج الملعب. يذهب الى بغداد حتى يرى الانديه الكبيره، راد مباريات بيناتهم وديه، خاصه فرقنا في استعداد. كل هذا في فكر زيكو انه يعني للمستقبل يضيف لاعبين جدد الى المنتخب العراقي. فان شاء الله احنا يهمنا هاي المباراتين لضيق الوقت نخرج منها بايجابيه وبست نقاط، وان شاء الله المستقبل لكل حادث حديث ان شاء الله. شكرا لك رياض عباس مدير المنتخب العراقي، يعطيك العافيه التوفيق ان شاء الله المنتخب العراقي وشقيقه المنتخب الاردني في مباراه بكره. الان بيرجع للحديث عن مباراه منتخبنا الوطني وشقيقنا.